أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة المناقشات الخاصة بطلب المناقشة المقدم من أكثر من 20 عضوا بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها لإعداد دراسة بشأنها. ومن جانبها أكدت الحكومة أنها تنفذ خطة استراتيجية لتعظيم وتطوير التعليم الفني من خلال التوسع فيه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله. وخلال الجلسة أحال رئيس مجلس الشيوخ المناقشات الخاصة بطلب المناقشة المقدم من أكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافي، وكذلك رد الحكومة للجنة التعليم بمجلس الشيوخ لإعداد دراسة بشأنه. عملا بحكم المادة 110 من اللائحة الداخلية للمجلس، أقترح على حضراتكم إحالة موضوع طلب المناقشة العامة والمناقشات التي دارت حوله وتعقيب السيد الوزير إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه. فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟ موافقة. أهمية استيضاح آليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها، لا سيما أن هذا التوسع على الصعيدين الوطني والاقتصادي يسهم في بناء قاعدة تقنية للموارد البشرية حتى تصبح مصرنا الحبيبة طليعة في مجال الابتكار والتطور التكنولوجي. نطالب بزيادة عدد المدارس أو التوسع في التجربة الحقيقة يعني، وأيضا تحويل المدارس الفنية الزراعية والتجارية والصناعية والتجارية والزراعية لتجارب مماثلة في الحقيقة يعني للوصول بمتطلبات التنمية وأيضا التكنولوجيا المتلاحقة في شتى نواحي الحياة الاقتصادية. من جانبها أكدت الحكومة أنها تنفذ خطة استراتيجية لتعظيم وتطوير التعليم الفني من خلال التوسع فيه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. هذا وقد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أن يعود المجلس للانعقاد غداً.